عن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: بعض الناس قد يصوم في رمضان ولكنه يشاهد التلفاز والدش وغيره من آلات اللهو، فما حكم صوم هؤلاء؟ حكمه أنه نافل، صوم نافل، وقد يكون صوما لا أجر فيه، قد يصوم الإنسان يتعب وليس له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من صيامه السهر. فهذا ليس له أجر اللي يصوم ولا يكف بصر عن الحرام ولا سمع عن الحرام ولا جوارحه عن الحرام ولا لسانه عن الحرام، هذه الأشياء تنقص صومه حتى ربما لا يبقى له أجر. نعم.